بدهم منا وقفة قوية، بدهم منا وقفة قوية، بدهم منا وقفة قوية، بدهم منا وقفة قوية. يا أسرانا يا أبطال، يا أسرانا يا أبطال. الحقيقة هذه الوقفة اليوم جاءت من فصائل العمل الوطني ومؤسسات هذه المحافظة، وباسم حركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني، جئنا اليوم مع فصائلها ومكوناتها بتضامن ونصرة أرصدنا البواسل، وخاصة تحديدا المرضى اللي طبعا بيعيشوا ظروف صعبة جدا وإهمال طبي واضح. وأنا هنا أحمل صورة الأسير البطل موفق المصاب بمرض السرطان. هنا نطالب بسلطات الاحتلال ودرس يجب الإفراج العاجل عن أسرانا ليتلقوا العلاج اللازم، لأنه هناك حقيقة في إهمال طبي وعدم اكتراث بكل الإنسانية الوطنية الفلسطينية لكل أسرانا ولا شعبنا الفلسطيني. وهنا احنا نطالب بالإفراج عن كل أسرانا، تحديدا المرضى وتحديدا كمان الأسيرات الماجدات اللي طبعا هؤلاء يعني ناضلوا من أجل قضية وطنية، وكل أسرانا وتحديدا بناتنا الأسيرات. نتمنى الإفراج العاجل لأسيراتنا ولكل أسرانا. وهنا نطالب المجتمع الدولي بتطبيق هذه الاتفاقيات الإنسانية لحقوق الإنسان وتحديدا المواثيق الدولية مثل اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة التي تعمل وطبعا تؤكد على تطبيق القانون. هنا نلمس بهذه الاتفاقيات أن تطبق في ظل هذه السياسة الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية التي تمارس ضد شعب الفلسطيني. نطالب بتطبيق هذه الاتفاقيات. وأين المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والصليب الأحمر الذي نقف إلى أمام هذا المكتب؟ يجب تطبيق القانون وتحميل مسؤولياتهم القانونية. إحنا لا نريد بس احتجاجات ورفع تقارير، نريد أن نلمس على أرض الواقع تطبيق هذه الاتفاقيات ليكون أسرانا يعيشوا بحرية وأمن وسلام حتى في داخل السجون، ويعيشوا أيضا في حرية في خارج السجون. نتمنى لهم الإفراج العاجل وشفاء لكل أسرانا، وإن شاء الله الحرية لشعبنا والأسرانا. وشكرا لكم على هذه الإطلاع.